ولد الفنان فاروق الفيشاوي في مركز سيرس الليان في محافظة المنوفية. ولد في 5 فبراير عام 1952 في أسرة تتمتع بمستوى معيشي جيد، وكانت بتضم 5 أطفال، 3 أبناء وابنتان. وكان فاروق هو الأصغر بين إخواته. واجه فاروق تحديا مبكرا في حياته بعد وفاة والده عندما كان عمره 11 سنة، مما أدى إلى تولي شقيقه الأكبر رشاد مسؤولية رعايته وتنشئته. وبالرغم من مسيرته الفنية اللامعة، فإن فاروق الفيشاوي كان قد حصل في البداية على درجة البكالوريوس في الطب العام بعد أن أتم دراسته في ليسانس الأداب من جامعة عين شمس، أي أنه حصل على ليسانس الأداب ثم حصل على بكالوريوس في الطب. كانت مشاركته الأولى في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، المسلسل الشهير مع الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، وبطاقة التعارف بينه وبين الجمهور وبين المخرجين أيضا. شارك بعده في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، وكانت مشاركة مميزة أيضا. أول مشاركة سينمائية له كانت مع النجم الكبير عادل إمام في فيلم المشبوه في بداية الثمانينات، وتوالت أدواره الرئيسية حتى حصل على أدوار البطولة وتألق في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ووصل عدد أعماله إلى 130 عمل فني. تزوج الفنان فاروق الفيشاوي 3 مرات، أولها من الفنانة سمية الألفي وهي أم ابنه الفنان الشهير أحمد الفيشاوي، وبعد انفصاله منها تزوج الفنانة سهير رمزي نجمة السينما المصرية الكبيرة، ثم تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني اسمها نوران. معروف عن الفنان فاروق الفيشاوي صراحته وجرأته وصدقه وتصريحاته مثيرة للجدل، فحياته المليئة بالأحداث والدراما لا يخجل من الحديث عنها، حتى ما يتعلق بعلاقاته النسائية وإدمانه للمخدرات حتى السياسة، وله تصريحات قوية فيما تتعلق بالحكم العسكري. ومن أهم تصريحاته ما يتعلق بالمرأة والزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة، فقد قال أن الرجل المخلص خيال علمي، وأن كل الرجال أعينهم زيغة، ويجب على المرأة أن تتقبل هذه الحقيقة، وإنه يتصف بهذه الصفة وأحمد ابنه ورثها منه. تحدث أيضا عن علاقته بطليقته سمية الألفي، فقال إنه رغم تعدد علاقاته وقصص الحب اللي عاشها مع فنانات أخريات ولم تكتمل، إلا إنه لم يجد مثلها، لكن عودتهم لبعضهم مرة أخرى صعبة، ولكنهما بعد الانفصال أصبحا أصدقاء. ومن أكثر تصريحاته الجريئة عندما تحدث عن إدمانه للمخدرات، وصرح بذلك بجراءة ولم ينكر هذا، بل تحدث عن التفاصيل، فقال إن إدمانه للمخدرات كان نتيجة عبط وسذاجة، لأنه يحب تجربة أي شيء جديد، وإقلاعه عنها كانت بسبب ابنه أحمد عندما قال لأمه إنه يعود بورق الفويل من المدرسة لأن أبي بيحتاجه ورق اللف. من القصص الدرامية في حياته أيضا الصراع الشهير بين ابنه أحمد وطليقته هند الحناوي، وإنكار أحمد لابنته لينا، ولكنه اعترف بها في النهاية بعد صراع في المحاكم بين الأسرتين، وللجد صور بالمقال مع الحفيدة. في الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ولوفاته المنية في 25 يوليو عن عمر ناهز 67 عام، كانت رحلته مع المرض مليئة بالتحدي والشجاعة. واجه الفيشاوي خبر إصابته بالسرطان بروح المقاتل، معتبرا المرض مجرد صداع أو نزلة برد، وهو ما أكده مرارا حتى في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي. ومع ذلك لم يكن السرطان هو السبب الوحيد لوفاته، كان يعاني أيضا من تليف كبدي نتيجة التهابات فيروسية وورم في الكبد، وهي حالة مركبة وصعبة العلاج. وبرغم استجابته للعلاج في البداية، إلا إن تدهور حالته الصحية كان ملحوظا في نهاية حياته، ودخل في غيبوبة كبد قبل وفاته بساعات. كانت الفنانة سمية الألفي رغم الطلاق إلى جانبه في أيامه الأخيرة مؤكدة على علاقة الود والاحترام اللي استمرت بينهم. قبل وفاته أوصى الفنان فاروق الفيشاوي نجله أحمد الفيشاوي بتجسيد شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي، وفي حالة لم يتمكن هو نفسه من تقديمها في حياته كان الفيشاوي بيعتزم تجسيد هذه الشخصية، والتي كان يحمل لها عميق الإعجاب والاحترام، وذلك لرمزيتها البالغة. المطران كابوتشي والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين،
كان شخصية محورية بيتطلع الفيشاوي لتجسيدها على الشاشة. هذه الوصية كشف عنها الفيشاوي نفسه خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورة سابقة لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي. توفى الفنان فاروق الفيشاوي فجر الخميس 25 يوليو 2019 عن عمر ناهز 67 عام بعد صراع مع مرض السرطان، وكان يعالج في مستشفى ابن سينا في الجيزة. وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة كبدية نتيجة توقف الكبد عن العمل مما أدى إلى وفاته. وصلاة الجنازة أقيمت ظهر ذلك اليوم من مسجد مصطفى محمود، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفيشاوي مؤكدة أنه كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل كذلك. وألهمت وفاة الأسرة والجمهور الصبر والسلوان. الحالة الصحية للفنان تدهورت بشكل ملحوظ في اليوم السابق لوفاته، حيث دخل في غيبوبة كبدية وتوقف الكبد عن العمل، وبذل الفريق الطبي جهودا كبيرة لمحاولة إنقاذه ولكن دون جدوى. حزن الجمهور والفنانين على وفاته، وكان باديا الحزن عليهم، حيث تداولوا رسائل حزينة وذكريات مع الفنان الراحل معبرين عن مدى تأثرهم ومكانته في قلوبهم. كان صديق فاروق الفيشاوي المقرب الفنان عماد رشاد، واللي كانوا بيصفوه بتوأمه. وذكر عماد رشاد أن الفترة الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي كانت صعبة جدا لإحساسه بالهزيمة من مرض السرطان، وقال فاروق الفيشاوي كان قوي جدا وما فيش حاجة في الدنيا تهزمه، وكان عنده أمل أنه يتعافى. وقال لي قبل وفاته بيومين: يلا احجز لنا بقى جيم عندك عشان أنزل جسمي. وأضاف رشاد أن الأطباء قالوا أنه سيصاب بنوبة عصبية شديدة قبل الوفاة، ولازم التعامل معاه يكون بحرص، وكنت آخر واحد قبل خروج روحه لله. وآخر اسم نطقه فاروق الفيشاوي كان اسمي، وميل دماغه على كتفي وتوفى. شارك الفنان فاروق الفيشاوي الفنان عادل إمام الكثير من الأعمال، ونذكر منها عام 1980 قدموا سوا فيلم غاوي مشاكل بطولة نورة وإسعاد يونس ومحمد رضا وعزيزة حلمي ونعيمة الصغير، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب ومحمد عبد العزيز. وفي عام 81 جمعهم فيلم المشبوه من إخراج سمير سيف وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي، وبطولة سعاد حسني وسعيد صالح وعلي الشريف وفؤاد أحمد. في عام 1990 قدموا سوا فيلم حنفي الأبا من إخراج محمد عبد العزيز وسيناريو وحوار بسيوني عثمان، بطولة هدى رمزي وعلا رامي ورجاء الجداوي ومصطفى متولي ومجدي وهبة. وفي عام 2018 حل فاروق الفيشاوي ضيف شرف في مسلسل عوالم خفية بطولة عادل إمام ورانيا فريد شوقي وصلاح عبد الله وبشرى وأحمد وفيق، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج رامي الإمام. كشفت الفنانة سمية الألفي لأول مرة أن طليقها الفنان المصري فاروق الفيشاوي بكى قبل وفاته، وقالت خلال حوار البرنامج واحد من الناس أن فاروق الفيشاوي كان بيرغب في رؤية حفيدته الوحيدة لينا، وبكى وقال لها هموت وأشوفك، ولكنها لم تحضر لرؤيته بسبب تواجدها مع والدتها في إنجلترا ولم يستطيعا العودة إلى مصر وقتها. وأوضحت سمية الألفي أن فاروق الفيشاوي عندما تعرف على حفيدته لينا لأول مرة أصبحت وكأنها الحلم الذي كان يبحث عنه، كان يبحث عنه وحققه. وأضافت باكية: عندما تعرف علي فاروق أصبحت حلمه الذي كان لا يجده، ولكنها غادرت وتركته، وكان سيصيب جنون ويراها واتصل بها كثيرا. وتابعت أنها وفاروق الفيشاوي لم يرى الحفيدة منذ أن كان عمرها 4 سنوات، وقالت منذ مغادرة لينا فاروق لم يعد كما كان، هي خدت حاجة وهي ماشية خدت روحه معها. وأخيرا رحم الله الفنان فاروق الفيشاوي وأسكنه فسيح جناته.